ظروف خاصة وصعبة يعيشها الأطفال المصابين بمرض السرطان. هذه الظروف تؤثر مباشرة على رحلة العلاج التي يتلقونها في المستشفيات، فالانقطاع عن متابعة تعليمهم في المدرسة يعرضهم لضغوطات نفسية. ولتخفيف آلامهم وإبقائهم في أجواء الدراسة، تأسست جمعية ماي سكول بولس الموجودة في 4 مستشفيات بارزة في لبنان لتقدم حوالي 5000 ساعة من التدريس على يد مدرسين محترفين. ميراي نصيف هي المسؤولة عن هذه الفكرة أو وراء الفكرة، قررت تعمل هذا الشيء وراء خبرتها مع بول ابنها يلي أصيب بمرض السرطان عن عمر 12 سنة، وبخلال 8 أشهر للأسف توفى. فقررت تعمل هذا الشيء للأطفال بلبنان، لأنه حست وقتها كان بول بالمستشفى، كانوا عايشين بلندن هني وعم بيتعالج، حست أنه هالشغلة ريحته نفسياً. بتعرف أول جمعتين يكون واحد مبسوط أنه بلا ما في مدرسة ما فرق معي، مرتاح من الدرس، بعدين لا لقى حاله أنه أصحابه عم بيسبقوا، هالشغلة ريحته نفسياً. طريقة التعامل أنه نحن منشوف شو راح عليهم بالمدرسة هيدول التلاميذ، أكيد في جابس لأنه بيجوا بياخدوا علاج هون بالمستشفى، ومنحاول أنه نعطيهم الأشياء اللي راحوا عليها عليهم بالمدرسة مشان يقدروا يضلوا بعزات مستوى الصف اللي عم بيروحوا عليه بالمدرسة. The members of the Elm Street Kids Club were feeling glum. Glum. You know what's the meaning of glum? Sad. Not happy. Okay. أنا بلاحظ إنه كارمن بتتجاوب هون بالأوبيتال مع المعلمات اللي بيساعدوها أكتر من البيت بكتير. أول شيء ما بتحس إنه قطعت بالمدرسة، ما بتحس إنه غابت عن المدرسة، وبترجع مثلاً نحنا منفوت الجمعة بترجع التنين على المدرسة ما ناقصة شيء. كتير بشكرهم لأنه كتير إنه هني ساعدوا أطفالنا وعطاهن عطوهن شجاعة، يعني ساعدوهن كتير معنوياً وجسدياً. عم نقرأ قصص إنجليزي وعم نحل شوية إكزرسيس عن الإنجليش، إنه كتير بيسلوا، حلوين ومهضوم بحب. واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأهالي كمان عم بتكون شغلة مفيدة لهم، بتريحهم نفسيا. الأولاد بقدر خبرك أنه في عنا طفلة وقت عرفت عن مرضها رفضت الحكي لفترة طويلة، وبس رجعوا بلشوا يدرسوها بالمستشفى رجع كأنه كل شيء طبيعي، الحياة طبيعية. بتحسهم أنه عم بيحسوا عم بيرجعوا على حياة نورمال عادية، مش أنه هن بمستشفى لوحدهم ما حدا عم بيهتم فيهم. بحسوا أنه في اهتمام من معلماتهم، من أهلهم، من هيدا بسرع يمكن بعملية العلاج، وبيخليهم يحسوا أنه منهم متروكين، حدا عم بيهتم فيهم وأنه هن رح يصحوا.